طفل لبناني في السادس من عمره قد يصبح أصغر غطاس في العالم. الكاميرا غاصت معه إلى 15 مترا تحت سطح البحر. هوايته ومثابرة والده أوصلاه إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية. الطفل علي يونس من مدينة صور في جنوب لبنان قد يصبح أصغر طفل في العالم، يدرج اسمه في موسوعة الأرقام القياسية على أنه أصغر غطاس في العالم. علي، قديش عمرك؟ 6 سنين. ومن قد ايه لك تغطس؟ قد ايه كان عمرك لما بلشت تغطس؟ 2. وشو بتلاقي تحت المي؟ اشياء غريبة. طول علي لا يتعدى المتر الواحد، ووزنه يصل الى 20 كيلوغراما، في حين ان وزن قارورة الاكسجين التي يحملها تتجاوز 25 كيلوغراما. صيادون سمك في صور ماذا يطلقون عليه كاسم؟ قاهر الاعماق. قاهر الاعماق. هون على كم متر عم تنزل تحت المي؟ 15 متر. وكيف تتصرف تحت المي؟ بتخاف شي؟ لا ما بتخاف؟ ليش ما بتخاف؟ عشان ما في اشياء بتخوف، بخافوا. اما والد علي وهو طبيب اسنان فيعتبر ان ابنه يتصرف تحت المياه كمحترف. بس اللي عم شوفه بعيني انا نفسي بيو مش عم صدق اللي عم شوفه. يعني هالغطس اللي عم يغطسه فيش متوقع لد يكون ماهر وبروفيشنال هالغطس. وعندما تسأله عن كيفية تعلمه السباحة في عمر السنتين، عنده حب وعشق للبحر مثله ومثلي، فمن طفولته كان جريء وسريع التعلم. يعني ما كنتش لاقي له بالمات على دجره بصغره، وعمر سنتين كنت حط له كرتونه ولبسه كلسات دبل ليقدر يلبس البالمات ليقدر يقدف. كان يفاجئ السباحين ينزل يزكزكهم بجريهم ويغطس تحتهم مثل ما كنت له يعمل. ولناحية الضرر الجسدي الذي يمكن أن يلحق بالطفل علي لصغر سنه يشرح قائلا: سألت فيها أطباء ذوي اختصاص، أطباء أطفال ومشهورين بخبرتهم، طالما الطفل وأي طفل كان بيتمتع بصحة طبيعية عادية وجيدة ومعانا أمراض بطفولته مثل ابني، في يغطس أي أعماق مثل الرجل الكبير. وكما كل الصغار في سنه فإن القضايا التي تهم الكبار لا تعنيه، وعندما تخيره بين 3، الوالد، الغطس والمدرسة، يجيب علي بالشكل التالي: غطس، وبعدين المدرسة، بخشير الوالد،